بقى لحضرتك، دونجا الفتره دي من احسن فتراته. انا بس مش باين. لا بالعكس، دلوقتي باين. لا دلوقتي مش باين. ايامين ليه؟ ايامين اه كان لوحده نفس المجهود. انا قصدي يا عماد نفس المجهود، بس ما كانش باين ايام سوسيرو. ليه؟ اللي كان لوحده، لان كنا بيخش فيك اجوان. لو كان بيلعب لوحده النهارده بقى بان، لانك بيخش فيك اجوان. بان ليه؟ صح، لاني معتمد الله يديله الصحه والعافيه يا رب ووفقه يا رب. قدر ان هو يوظف كل لعيب في مكانه اللي بيحب يلعب فيه. بالظبط، لعب 4-2-3-1، واحنا لا تتناسب معانا الا الطريقه دي. صحيح، خلاص بقى دونجا بيلعب جنبيه رؤى. بالظبط، فاصبح نص الملعب مليان وعندك باكين. طبعا انا مش عايز اتكلم على عبد الشافي، يا رب يديله الصحه والعافيه. حاجه جميله، حاجه لا جميله جميله ده، جميله دي قليله عليه يعني. صحيح، حاجه راقيه جدا في كره القدم. تعال شوف عمر جابر كان ايامه واقع، النهارده عمر جابر الوضع مختلف. عشان لعب في مكانه. اه طبعا، تعال شوف مع انه لعب باك ليفت في المباراه بتاعت في واحد بقى اللي فات، بس كان بيجيد. انا فوجئت بيه فيوتشر ده، انا في واحد فوجئت بيه مسلوسي. ايه الحماس ده وايه القوه دي وايه تحسه انه ابن النادي متربي في النادي. هو ده روح النادي، معتمد اضاف الروح او رجع الروح اللي احنا بنتميز بيها لنادي الزمالك.